عاود بطبيعه الحال عاود قامت نفس الجهات تطالب باصلاح المدونه الى اخره، واستجاب لها جلاله الملك، قالوا ودي خص الاصلاح ديال المدونه بناء على التجربه اللي دوزناها الى اخره، وضع لذاك الشيء واحد الاطار متين ولا غنوصل له. ولكن ما 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 كانش الكلام، كان الكلام على الاصلاح ديال المدونه، كان الكلام على التماسك ديال الاسره، كان الكلام على الحقوق ديال الطفل، كان الكلام على الحقوق ديال المراه، وكان الكلام على الحقوق ديال الرجل. ما كاين مشكل، نجلسوا نتذكروا نشوفوا يعني البنود ديال هذا القانون اللي كينظم العلاقات الاسريه، لا من زواج وطلاق وميراث وحقوق الى اخره، ماشي مشكل. واذا بي هذه المره هذه ما ماشي هذا الشيء اللي جا. هذه المره هذه جاوا مباشره الموضوع ديال المناصفه، يعني نص نص. اذا خرجنا من الوقت اللي كنا كنغلفوا واحد المجموعه ديال المطالب ديال ما يسمى بالجمعيات النسائيه، خرجنا من المنطق ديال التغليف ديالو في الاطار ديال الاصلاح ديال المدونه وديال التصحيح ديال الاوضاع ديال الاسره الى المناصفه، يعني الى طلب مبني على فكره خاطئه، وهي المساواة التي لا تراعي خصوصية الرجل وخصوصية المرأة، ومبنية على تعارض كامل واضح مع نص قرآني ثابت لا خلاف حوله، لا من ناحية ديال أنه ثابت في كتاب الله وليس ظنيا، هو قطعي، قطعي الثبوت، بمعنى أنه ما مختلفينش الناس واش هو من القرآن ولا ماشي من القرآن، وكذلك قطعي الدلاله، لا ما كاينش، لا يمكن ان يفهم الا بهذه الطريقه، وهي قوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. انتهى الكلام. في الاسلام العدول ملي كيجيو يقسموا الميراث كيعطيو للولد جوج ديال الحقوق وكيعطيو للبنت حق واحد، هذا كلام الله. وهذا الشيء اللي عملنا به أكثر من 13 قرن هذه اللي دخل الإسلام لهاد البلاد، وهذا الشيء الذي استقر عليه الوضع. دابا جاو هاد الناس هادو تيوجدوا ندوة باش يمشيوا في الاتجاه الآخر. الأولى ملي تيكون شي حاجة عند المجتمع تيخصنا نعرفوا إلا بغات تبدل ولا تغير شكون يطالب بها. لأنه إما أن نبني على المرجعية الشرعية اللي هي الأساس ديال البناء ديال الأمة والمجتمع والدولة، وإما أن نبني على مبدأ الديمقراطية، نشوف واش الشعب ديالنا طلب هادشي أو النساء ديالنا طلبوا هادشي. فلا الشعب طلب هادشي ولا النساء طلبوا هادشي، بل هنالك استطلاعات للرأي كتقول هاد الشيء هذا ما بغاوش المغاربة. مرة كيخرجوا يعني حوالي بين 70 و80%، مرة بين 60 و70%، ولكن فوق 50% ديال المغاربة رجالا ونساء الغير مستعدين أن يصطدموا بشريعتهم ويخالفوا شريعتهم في هذا الموضوع. إذن هذا ماشي طلب ديمقراطي. طبعا هو ماشي طلب شرعي. لو افترضنا ان هنالك سببا حقيقيا، يعني كالذي وقع في عهد عمر رضي الله عنه لما اوقف حد السرقه لمده محدده لتفهمنا، ولكن هذا ما كاينش هذا الشيء. ولكن كاين جهات خارجيه تشتغل على هذا الموضوع وعلى غيره، عندها فلسفه تسير في اتجاه انه في الحقيقه ليس هنالك رجل وليست هنالك امرأة، هنالك الكائن البشري الذي يجب أن يتعامل معه بنفس الطريقة في كل شيء،
وهذا بطبيعة الحال يعني فساد في الرأي وظلم ما بعده ظلم للرجل وللمرأة، ولكن للمرأة أكثر، لأن الرجل رجل والمرأة امرأة، وما عمر غادي يتلاقى لكي يعني في العلاقة بين 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 الصنفين البشريين يعني 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 يحمل ويرضع ويعني يعني يربي، عمره ما غادي يتلاقى مع اللي كي يعني يقضي الشهوة ديالو وينصرف، عمره ما غتلاقى. هذا عنده مسؤوليات كيخصو يتحملها، وهذا عنده مسؤوليات كيخصو يتحملها. والدليل على ذلك أن مدونتنا تحمل المسؤولية داخل الأسرة للرجل ويتحملها المرأة في الإنفاق في الطلاق في كل شيء. وهاد الدعوات هذه غتأدي لهذا الشيء لا قدر الله، غدا وبعد غدا غادي يخص العيالات إلى هذا الشيء داز يوجدوا ريوسهم باش يبدا الراجل تيقول لهم خصنا نصرفوا حنا وياك قد قد. انا عارف بلي دابا كاين العيالات اللي خدامين وتيتعاونوا مع رجالهم، وبعض المرات تيصرفوا قدهم، بعض المرات تيصرفوا اكثر منهم، ولكن هذه حالات تبقى محدوده او تبقى استثنائيه او تبقى يعني رضائيه بالتوافق، هذا ما كاين فيه مشكل، فهمتيني ولا؟ ولكن مازال ما ولاش هذا الشيء هذا، وما خصوش يولي، فهمتيني ولا لا، واحد القرار عام كيخص الراجل يبقى كيتحمل مسؤوليته، لان المراه عندها عاوتاني حتى هي مسؤوليات خاصه بها داخل الاسره. ما يمكنش للراجل يهز معها الطفل اللي تيكون في البطن ديالها، ما يمكنش للراجل يرضع معها الدري، ما يمكنش للراجل يربي معها الدري بحال اللي غتربيه هي، واخا تقولوا اللي قلتي واخا ديروا اللي درتي. بل هذه الدعوات اليوم وصلت الى حد انه يعني الإنسان هو الذي يختار هل يكون رجلا أو امرأة، وهذا حديث آخر سنرجع إليه فيما بعد. فأنا بغيت نقول اليوم للمغاربة أنني كنتكلم معكم وأنا متأثر ومتخوف، وخصني ننبهكم كما جرت بذلك العادة بيني وبينكم قبل فوات الأول، لأن هذا الشيء هذا يعني إن وراء الأكمة ما وراءها. هذا الشيء هذا انا ما كنقولش هاد الناس اللي كيديروا هاد الندوات هذه كلهم نيتهم سيئه، طبعا كنعرف اللي فيهم كيعادي السنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاول ان يقنع الناس بان صحيح البخاري ليس صحيحا، ونحن من 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 قناعاتنا التي تقبلتها الامه بالقبول منذ اكثر من 12 قرنا ان صحيح البخاري هو اصح كتاب بعد كتاب الله، والذي يطعن في صحة صحيح البخاري قد يكون فيه بعض الأحاديث التي لا ترقى صحتها إلى نفس المستوى، ولكن هذه القضية هذه فيها إجماع في الأمة عند أهل السنة وهم معظم أمة الإسلام أن الذي يحارب صحيح البخاري ويحارب صحيح مسلم هو في الحقيقة يحارب الإسلام، لأن إذا كان ديننا يقوم على الكتاب والسنة من أين سنأخذ السنة إلا من الصحيحين ومن الكتب الأخرى في مجموعها 6 كتب معتمدة عند المسلمين. فالذي يحاربها والطرف والشخص الآخر معروف بمحاربته للحركة الإسلامية بطبيعة الحال. هاد الشيء هذا حنا كنعرفوا هاد النبته ديال السوء اللي موجوده في البلاد ديالنا كنعرفوها، وكان نشوفوا باللي الحمد لله المجتمع لا يقبل عليها ولا يتجاوب معها، ولكنها تستعمل ضدنا. وهنالك جهات اجنبيه بطبيعه الحال من مؤتمر بكين الامم المتحده ما نعرف شنو اللي خدامه على هذا المنطق، هذا المنطق اللي النتيجه ديالو هي الشقاء ديال الأسرة، الشقاء ديال المرأة، والشقاء ديال الرجل، والشقاء ديال الأطفال.